قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسب ولا يبصر بالصد يوزعني نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك ومن المسلمين. وبعد، وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وتلو أل طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، شرحنا الجدة صح؟ طيب هذا إذا نويت معنى من يحكت الشيخ زكريا نويت معنى من يقصد نويت المفاضلة بين الاثنين، هذا المعنى نويت معنى إيه شيخنا؟ من، لأننا عندنا نقول مثلا زيد أكرم من عمر، فإن دي المفاضلة، فزيد أفضل من عمر في الكرم وإن كان الاثنين يشتركان في صفة إيه ولا الكرم. فهو يقول الشيخ إن أضيف إلى معرفة ونويت معنى المفاضلة خلاص يبقى هنا جاز إيه؟ إحنا الآية اللي ولا تجدناه أحرص الناس إيه؟ على الحياة. إذن كل الناس يشتركون في حب الحياة، لكن هؤلاء الناس الذين تحدث عنهم القرآن هم أحرص، يعني أشد حرصا من غيرهم على الحياة، أيا كانت الحياة، حياة مزلة، حياة هوان، حياة أي حاجة، هم حرصون عليها. فهنا أفعل تفضيل. في الآية الكريمة الأخرى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. في الآية الأولى لم تحدث مطابقة بين أفعل التفضيل وما بعده، هنا حدثت مطابقة. يبقى أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصدت المفاضلة جاز وجه كم وجه ولا وجه إما المطابقة وإما عدم هذا إذا نويت معنى من، يعني جاز الوجهان في الإضافة إلى المعرفة المطابقة وعدمها إن نويت معنى إيه؟ ما معنى من عمي يحصل المفاضلة؟ وإن لم تنوي فهو طبق لما به قرن. إن لم تنوي الإيه؟ المفاضلة ها؟ فاكر أنت السؤال اللي سأله الشيخ صاحبك؟ الآية الكريمة يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وهو إيه؟ أهون أفعل تفضيل، إن لا توجد مفاضلة، لا توجد إيه؟ مفاضلة، يعني وهو هين عليه، وهو إيه؟ هين. وهنا لابد من مطابقة ما قبله، يعني لا تجوز عدم الإيه؟ مطابقة، لأنه لا يوجد هنا تفضيل، فهمت ولا لا؟ يعني تبارك الله أحسن الخالقين، هنا ما فيش إيه؟ نعم. لأنه لا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ما معنى المفاضلة أصلاً؟ نحن أنا في مفضل وفي مفضل وفي أداة تفضيل أو أفعل تفضيل، صح ولا لا؟ فهو يقول لك إن أضفت أفعل التفضيل إلى المعرفة وقصدت المفاضلة جاز كم وجه؟ طب إن لم تقصد المفاضلة فلا جزء إلا وجه واحد بس مطابقة، كقولهم قولهم يعني العرب الناقص والأشج أعدل بني مروان، الناقص ويكنه والأشج أعدل بني مروان. طبعا هم بيتكلم عن ايه؟ اول ناس عزيز واحد، ايوه عم سيدنا عمر بن عزيز واخر ثاني انا بس مش متذكر اسمه، الاشج ها؟ صح؟ طبعا فاهم واحد يعني اشد،
هو أشد بالأمية وسيدنا رسول الله كان أشد بالأمية. أيوة. ولا والناقص اللي هو يقصد إيه يعني كان ناقص في العطاء وكذا. المهم يعني قال الناقص والأشد أعدل بني مروان. هو لا يقصد هنا المفاضلة، يعني مش يقول لك كل بني مروان عدول ودول أعدل منهم، فهمت ولا لا؟ عشان كده وجبت ايش هنا؟ المفاضلة اللي هو أعدل. لو لم تجب لو قصد المفاضلة قال ايه؟ أعدلوا أو أعدل يجوز ايه؟ لكنها وجبت وجبت ايش هنا؟ المطابقة. المطابقة. شوف في دليل السلف كده جاب المثل ده ولا في دليل السلف يا شيخ؟ جاب الشيخ. عشان ربما يكون مفصل وتحت. شيخنا الشيخ شريف جنبه على طول. طيب. فوق. قال تعالى ربكم أعلم بكم. ربكم أعلم بكم. كلمة أعلم يا أولادي. أعلم ده أفعل. ده على وزن أفعل التفضيل صح؟ أيوه. لكن هل توجد مفاضلة؟ لا توجد. يبقى كأنه قال إيه؟ ربكم عالم بكم. تفهمت ولا لا؟ أيوه. عالم من بكم. لا توجد إيه؟ مفاضلة. يبقى إلى هذا هاتان الآيتان يا شيخ. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي، بمعنى هين علي. قوله تعالى ربكم أعلم بكم يعني عالم بكم. قول الشاعر وإن مدت الأيدي لذات لم أكن ها بأعجلهم. يعني يقول هو يصف نفسه بالعفة ويصف نفسه بقناعة النفس. الناقص يزيد بن عبد الملك. أيوه قول كده يا سيدنا. الناقص هو مين؟ أيوه هو يزيد بن الوليد. الناقص هو مين؟ يزيد بن الوليد. ابن يزيد ابن الوليد. ابن يزيد بن عبد الملك. ابن الإيه؟ يزيد بن الوليد. ابن يزيد بن عبد الملك. ابن عبد الملك. أيوة. سمي بالناقص لأنه نقص أرزاق الجند. نقص أرزاق الجند. أيوة الله يفتح عليه. والثاني هو الأشج. عمر بن عبد العزيز. الأشج سيدنا عمر بن عبد العزيز. ليه سمي أشج؟ لشجة كانت في رأسه من ضرب دابة. لشجه لشجة لشجة كانت برأسه كانت برأسه. أيوة. من ضربة دابة. من ضربة دابة. أيوة الله يفتح عليك يا سيدنا. هذا في أوضح المسألة. أوضح مسالك. الله يفتح عليك. يبقى الناقص هو يزيد ابن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. وثم ناقص انه نقص ارزاق الايه يعني اخذ من الجنود واعطى الفقراء والمساكين. ثم ناقص يعني. والاشج لسيدنا عمر بن العزيز، وزي ما قال الشيخ لشجة كانت براسه من ضربة دابة، يعني دابة رافسته او كده ضربته فحصل الشج ده. عندما قال أن الناقص والأشد أعدل بني مروان. أعدل ما قالش أعدل صح ولا نعم؟ لأنه لا تقصد هنا إيه؟ مفاضلة. هذا معنى كلام هذا إذا نويت معنى وإن لم تنو فهو طبق لما به قرن. طبق يعني يطابق إيه؟ ما قبله. لما قال الشاعر وإن مدت الأيدي للزاد لم أكنها بعجلهم بعجلهم أعجل يعني أشد استعجالا من غيره في الأكل. إن بعض الناس عندما تمد الأيدي تجد إيه؟ يشوف الحاجة الحيوة روح إيه؟ يعني يسارع إلى أخذها يعني. هو يصف نفسه بالعفة وبالقناعة. إن مدت الأيدي لزاد لم أكن يعني يجعل غيره يسبقه في الأكل وهو يأكل يعني ما فاض منهم يعني. فيدل على القناعة. كلمة بعجلهم يعني بعجلهم، فليس أفعل التفضيل هنا على إيه؟ بابي. على بابها، يعني ما فيش مفاضلة يعني. خلاص. وشيء أنها تكون بمعنى اسم الفاعل وصفه المشبه. نعم. بتأتي هنا بمعنى اسم الفاعل وصفه المشبه. أي. طيب. خلاص فهمنا الكذا. أي شيء. فهمنا يا شيخ. أي شيء. وإن تكن بتلو من مستفهما. فلهما كن أبدا مقدما. فلهما كن أبدا إيه؟ مقدما. كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم إخبار التقديم نزرا وردا. قول البيت الثاني يا سيدنا الشيخ زكريا.
وإن تكن بتلو من مستفهمة فله ما كن أبدا مقدما. يقول الشارح رحمه الله وسيدنا ابن عقيل: تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جرى المفضل عليه، زي زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو. سيدنا الشيخ عشان ما حضرش الدرس من أول، ده يسميه سيدنا مفضل، ده مفضل عليه، ده أفعل تفضيل. يبقى أفعل التفضيل يدل على أن شيئا اشترك في صفة وزاد أحدهم على الآخر، ده سمنا يا شيخنا مفضل، ده مفضل عليه. قلنا إذا كان أفعل التفضيل مجرد من أل، مجرد من يعني ليس في أل، يبقى لابد من مجيء من جرى المفضل عليه. ما في قلناش زيد أل أفضل، قلنا زيد أفضل بدون أل، ده اسمه مجرد من أل يعني خالي من أل، فهنا لابد من مجيء من تجر المفضل عليه، صح يا شيخنا؟ وتلزم الإفراد والتذكير، تقول زيد أفضل من عمرو، هند أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، الزيدون أفضل من عمرو، يعني يلزم الإفراد والتذكير، ولا بد من مجيء من تجر المفضل عليه، فهم كده يا شيخنا؟ طيب، هو يقول: وإن تكن بتلو من مستفهمة فلهما كن أبدا مقدمة. إيه معنى الكلام ده يا مولانا؟ أولاً شيخ علي، أين المفضل في المثال ده؟ قول يا ولد. زين. أين المفضل عليه؟ أين أفعل التفضيل؟ خلاص؟ هو يقول: لا يجوز لك تقديمهما اللي هو الجر والمجرور على أفعل التفضيل. ليه؟ قال لك: ما هي من عمرو بمثابة المضاف إليه، والعلماء لا يجيزون تقديم المضاف على المضاف. يعني مثلا لو قلت أفضل رجل، يعني مثلا حضر ها إمام المسجد، إمام أين المضاف؟ أين المسجد المضاف إليه؟ المسجد. هل يجوز أن أقول حاضر المسجد إمامه؟ لا يجوز. فهمت ولا لا؟ فهنا كما لا يجوز أن يتقدم المضاف إليه عن المضاف، أيضا لا يجوز تقديم المفضل عليه المجوب من على أفعل التفضيل. لا يجوز أن تقول زيد من عمرو أفضل. فهمتوا؟ عظيم، واضحة كده؟ واضحة. طيب إذا حكمنا على أن المضاف إليه المجهول من لا يجوز أن يتقدم على أفعل التفضيل، هذا إيه ولدي؟ بس في حال الاستثناء. إيه هو الاستثناء؟ يقول: إلا إذا كان المجهول بها اسم استفهام أمضافا اسم الاستفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها ممن أنت خير. شوف يا ولد أهو، هذه من من أنت خير، خلاص بتعمل علامة استفهام كده. سألت الكحل دي سيدي؟ سألت الكحل دي؟ لا لا لسه لسه الكحل، اصبر يا سيدي. سامع يا شيخ علي؟ نعم يا شيخ. احنا عشان تبقى معايا في الصورة، شربت شاي ولا لسه؟ شربت. طيب الحمد لله. لما أقول زيد أفضل من عمرو، احنا قلنا في المثال السابق اللي ذكرته الآن، أين المفضل عليه؟ عمرو. هو من عمرو، مش كده ولا لا؟ قلنا لا يجوز أن يتقدم الاسم المجرور بمن اللي هو المفضل عليه على أفعل التفضيل. تمام. إنه بمثابة مضاف إليه. تمام. وكما نعرف المضاف إليه لا يتقدم على المضاف. صح ولا لا؟ لأن المضاف هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه. تمام. طيب، كذلك لا يجوز أن يتقدم، ده اتفقنا على هذا. طب متى يجوز؟ إذا كان المفضل عليه مجرور ها؟ في صيغة استفهام. مجرور يا ولادي؟ قولوا كده. يعني يجوز تقديم من ومجرورها إذا كان مضافا إلى إيه؟ إلى اسم استفهام. مضاف إلى إيه؟ من من؟ من حرف جر. من اسم استفهام؟ من أنت؟ فهمت ولا لا؟ من أنت؟ يبقى من دي حرف جر مبني على السكون. ومن كندي اسم استفهام. تعرف مبتدأ. من أنت؟ صح كده يا أولاد ولا طيب خير أهو دافع على التفضيل بس حذفت الهمزة تخفيفا. خلاص؟ نعم يا شيخ.
يعني تحذف الهمزة تخفيفا لكثرة من خير وشر، والآخرة خير، ما قالش أخير، قال إيه؟ خير، صح كده؟ فده أفعل تفضيل، أصل أخير بس حذف الهمزة لكثرة الاستعمال. أسامة خير الناس وابن أخير الناس، أسامة خير الناس وابن أخير الناس. أيوة نعم. في قراءة سيدنا استعلمون غدا من الكذاب والأشر. أيوة الأكثر شر. أي نعم. خلاص يا سيدنا، يبقى احنا قلنا من ايه اللي حصل يا سيدنا في علم التجويد؟ لاحظ ان من وقبلها نون ساكنه، فحصل ادغام. حصل يا ولادي؟ فصار ممن ده بيسموه الادغام يا ولاد، ادغام لاخونا صح؟ طيب ممن، يبقى هنا كما قلنا لا يجوز في المفضل عليه المجهول بمن ان يتقدم على افعل التفضيل الا اذا كان المجرور بمن اسم استفهام. طب يجوز هنا التقديم. طب ليه يجوز التقديم يا أولادي؟ أصل ألفاظ الاستفهام لها الصدارة. لها إيه؟ صدارة. فلها الصدارة، أي حد تابع ليه يقول لها تعالي معاي. ده أشبه بيه يا شيخنا، أشبه بيه لما يكون مثلا يعني واحد من البسطاء ذهب إلى يعني وليمة مدعو فيها الكبراء والعظماء والأمراء، فطبعا الفقير له ليس له مجال يدخل في هذا المكان، صح ولا؟ لكن لو دخل بصحبة أمير يدخل أو ما يدخلش؟ يدخل. أيوة فهمت ولا؟ يبقى من هنا اللي جرى المفضل عليه لا يجوز أن تتقدم على أفعل التفضيل إلا إذا كان إلا إذا جرت اسم استفهام، واسم استفهام له الصدارة، وطالما الصدارة يبقى إيه؟ خش يأخذ التابع لي. فنقول ممن أنت خير، فخير هو ده أفعل التفضيل تقدم عليه المفضل اللي هو من إيه؟ ها؟ من صح قلت صح ولا لا؟ طيب أنت يا سيد سواء لحظة يا سيد، عشان كده يقول إيه؟ وإن تكن يقصد من بتلوي من مستفهمة، وإن تكن أي من الجر المفضل عليه، وإن تكن بتل يعني تالية ها؟ بتلو ايه؟ من مستفهما من ها؟ من بتلوي من يعني لا بعد من بتلوي ايه يا شيخنا؟ من وان تكن بتلوي ايه؟ من يعني مستفهما بما جاء بعد. ايوه وان تكن مستفهما بما جاء بعد من. خلاص؟ فايه؟ فلهما يعني لمن والمفضل عليه. نعم. كن ابدا مقدما. كن أبدا يا أولادي مقدمة، يعني قدمه على أفعل التفضيل، صح ولا؟ كهذا المثال. طيب هو يقول إيه؟ كمثلي ممن أنت خير. خلاص؟ وراح قال إيه في المثال الثاني؟ وبعدين أو مضافا إلى اسم استفهام، إذا كان مجهول بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام. مضاف إلى اسم استفهام من أيهم. ها؟ غلامي أيهم أنت أفضل. من ده حرف جر، غلام ده اسم مجرور علامة جر الكسرة، صح يا ولادي؟ صح. غلام مضاف هو أي مضاف إليه، طبعا عارف أي دي أيهم أنت أفضل، أيهم أنت أفضل ده اسم استفهام، صح ولا لا؟ وقلنا أسماء الاستفهام لها إيه؟ صح. بس ايه الفرق بين ده وبين المثال ده يا ولادي؟ هنا اسم استفهام جر بمن، لكن هنا اسم استفهام اضيف. نعم. اضيف الى غلام، يعني اسم استفهام هنا جاء مجرورا بالايه؟ بمن، لكن هنا ايه؟ جاء مجرور بالايه؟ بالاضافه، صح ولا لا؟ يبقى سواء جر بالحرف او جر بالاضافه يجوز ان يتقدم على افعل ايه؟ طيب هذا معنى كلام الشيخ، وان تكن بتلوي من مستفهمة، بتلوي وإن تكن أنت، وإن تكن أنت بتلوي من، يعني تالي من لمن. طب إيه تالي لمن؟ هو من؟ من استفهامية، صح ولا لا؟ وإن تكن أنت بتلوي من مستفهمة، بتلوي يعني التالي لمن الاستفهامية، فلهما يعني من وما بعدها ابدا مقدمه، يعني تتقدم عليها اولادها على افعل التفضيل.
وراح جاب مثال أولادها مثل ممن أنت خير، كمثل ممن أنت خير، ولدى إخبار تقديم إيه؟ ولدى ولدى الإخبار التقديم إيه؟ نظرا. أيوة خد بالك. وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، يقصد الإخبار مش المبتدأ الخبر والمبتدأ، لا عايز يقصد جملة خبرية. احنا عندنا في علم البلاغة في جملة إما إنشائية وجملة إيه؟ خبرية. الجملة الإنشائية يعني لا تحتمل الصدق والكذب، بعكس الجملة الإيه؟ الخبرية. فجاب بيت من شعر والبيت يا شيخ، فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحلي. عارف زودت جنى النحلي؟ اللي هو العسل النحلي، أجيبه الشيخ صابر إن شاء الله مع الفضل. خلاص؟ بل ما زودت منه أطيب. بل خد بالك أهو، ما زودت زودت منه ها أطيب. فين أفعل التفضيل يا أولاد؟ أطيب. وفين المقدر عليه هو منه؟ منه. يعني ما زودت أطيب منه، فهمت ولا لا؟ نعم. فتقدم الجر والمجرور هو منه على إيه؟ على التفضيل. طيب هل الكلام فيه استفهام؟ لا. طيب ده احنا جوزنا التقديم الاستفهام اللي اذا كان ايه الاستفهام اهو. قال يبقى ادي ايه ولدى، يعني عند اخبار، يعني اذا كانت الجمله خبريه ليست استفهاميه التقديم نزرا، نزرا مش النزول يعني، يعني ده شيء نادر وقليل. ورد ورد عشان ورد في في كلام الايه الشاعر. فهمتوا يا اولاد ولا لا؟ يعني اذا كان الكلام خبري وليس انشائي وجاء تقديم المجهول بمن ده، يبقى هذا نزر وهذا قليل، اللي هو البيت اللي احنا قلناه دلوقتي. صح يا ولاد ولا لا؟ اظن واضحه؟ واضح. قول لي مساله الكحل عشان بعد كده نجاوب على سؤال سيدنا الشيخ. يلا قول مساله الكحل يا ولاد. ها؟ هل رايت رجلا؟ لا يا ولاد، مساله الكحل في القدر اللي قلت لك عليه. حاضر. ها؟ ورفعه الظاهره نزر. واسمع تفضيلي يرفع الضمير المستتر باتفاق. قول كده يا شيخنا. واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق. اسمع يا شيخ علي، لما اقول مثلا علي اللي هو حضرتك يعني، اقرا من خالد، يعني انت اكثر قراءه منه، يعني تعرب علي تعرب به مبتدا مرفوع علامه رفع الضمير، اقرا خبر، اين فاعل اقرا هو، يبقى فعل التفضيل بيرفع ضمير مستتر، ضمير مستتر يعني الظاهر. فهمت ولا لا؟ السؤال متى يرفع افعل التفضيل اسم ظاهر؟ في مساله عند النحاة مشهوره اسمها مساله الكحل. عارفين الكحل؟ بس جابوها علشان يستشهدوا بايه يا اولادي؟ على ان افعل التفضيل رفع اسم ظاهر، اسما ظاهرا يعني. يبقى دايما افعل التفضيل دايما يرفع ضمير مستتر يا سيدي. نعم. ولازم ابقى احرص الناس. احرص يعني هم. نعم. خلاص؟ طيب زيد اكرم من علي، اكرم هو. فلان احفظ من فلان، احفظ هو. فهمت ولا لا؟ نعم. دايما افعل التفضيل بيرفع ضمير ايه؟ مستتر. ما ينفعش اسم ظاهر ابدا الا في مساله الايه؟ هذا معنى خد بالك اهو. ورفعوه الظاهر نزر. كونه يرفع اسم ظاهر ده نزر يعني قليل جدا، اللي هي مساله الايه؟ الكحل. هنعرفها ان شاء الله لحين. يلا يا ابنها. يقول: وهل يرفع الظاهر مطلقا او في بعض المواضع فيه خلاف بين العرب؟ قول مساله الكحل وخلاص. مساله الكحل انا قلتها. وضابطها ان يكون في الكلام نفي. يبقى الضابط اي الضابط مساله الكحل ان يكون ايوه الكلام نفي، ان يكون في الكلام ها نفي. اول حاجه نفي، ادي الشرط الاول. ها بعده اسم جنس. بعده اسم جنس ها موصوف باسم موصوف ايه باسم التفضيل. ها موصوف باسم التفضيل. ايوه. بعده اسم مفضل. اسم ايه؟ مفضل على نفسه. مفضل على نفسه. ايوه. باعتبارين. مثال ذلك قول. بس شوفوا الكلام ده، شوف كلام سيدنا الشيخ شريف. تفضل. الكلام لما تسمعه تحس انك بتكره الفرنسي. ان يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل. شوف كلام. عشان كده بنقول يا اولاد العلم عايز ايه يا شيخنا؟ تلقي وسماع. لما مع نفسك كده وتتكلم مع شهاده عاليه
طيب اشرح لنا ده. تقول انا عارف مش فاهم ايه خلاص. طيب تعال نشوف الكلام. هات المثال يا سيدنا الشيخ. ما رايته رجلان. ما رايته؟ ايوه رجلان احسن. احسن في عينيه. في عينيه. عينيه الكحل. الكحل. الكحل الكحل ايوه. منه منه في عين زيد. في عين زيد. طيب خدوا بالكم يا مولانا للكلام الجميل. بيقول لك يا سيدنا الشيخ محمد ان يكون في الكلام ايه اهما. خلاص ما النافيه دي ما رايت واسم الجنس. دي ما النافيه دي خلاص. اسم جنس بعده اسم ايه جنس اللي هو رجل. اللي هو ايه رجل دي. نعم. ليه سموه اسم جنس يا شيخنا؟ معنى كلمه اسم جنس يعني تفيد استغراق يعني يشمل جميع الرجال. لان النكره تفيد العموم. النكره تفيد يا اولادي بعكس المعرفه تدل على معين صح ولا لا؟ فعشان كده في حاجه اسمها عندنا لا النافيه للجنس اللي بتعمل عمل ان صح ولا لا؟ فلما اقول لا رجل في الدار نفيت جنس الرجال. فهمت ولا لا؟ نفيت يا اولادي جنس الرجال. سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال لاخوته لا تثريب عليكم نفى جنس اللوم. نعم يعني مش هلومكم لا بالغمز ولا باللمز ولا بالتصريح ولا بالتلميح. كده ما فيش حاجه حصلت اصلا. شو الكرم؟ وعزاك كده ربنا بيقول وصف على الصفحه الايه؟ جميل. الجميل يعني الذي لا عتاب فيه. صفحه جميل الذي ايه؟ لا عتاب فيه. ما فيش عتاب فيه. شوف رغم انه يعني رموه في البئر عشان يموت ومع ذلك سبحان الله شوف كفاهم به. قال لا تثريب اسمها لا نافيه ايه؟ الجنس. نفى جنس اللوم. عرفنا لا نافيه الجنس؟ نعم. اصلا واضحه كده؟ ابي معنى ان يكون في الكلام نافي. فين النافي؟ ما رايته. بعده اسم الجنس اللي هو ايه؟ رجلا. يعني لا يخص رجلا بعينه يشمل اي رجل. نعم. اصل عرفنا الجنس؟ نعم. طيب. موصوف باسم الجسم الجنس الموصوف باسم تفضيل. احسن. احسن صفه لمين؟ لرجل. لرجل. يبقى رجلا اهو ده. مفعول به لرايته منصوب على النصب والايه؟ احسن صفه لمين؟ لرجل. يبقى دي صفه وده موصوف. اصل واضحه كده الكلام؟ طيب بعده اسم ايه؟ منصوب باسم تفضيل. بعده اسم مفضل على نفسه اللي هو الكحل. الكحل ده مفضل على نفسه باعتبارين. الكحل في حد ذاته زينة مفضل. وكونه في عين زيد مفضل عليه. اتفهمت ولا لا؟ ايوه سيدي. يعني اصبر هذا مفضل على نفسه بايه؟ يعني الكحل بحد ذاته ده مفضل وكونه في وجود عين ده 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 احلى كمان وزياده كمان. هذا المعنى مفضل على نفسه. اصل المفروض الواحد يبقى مفضل على غيره. نعم ده مفضل على ايه؟ على نفسه. اصل واضحه كده؟ لما قلنا مثلا سيدنا الشيخ شريف اقرأ مثلا من زكريا. طبعا انت مسامح صح؟ اقرأ يبقى يمكن لهم اشترك في صفه القراءه صح؟ لكن ده فاقه في القراءه. يبقى ده مفضل على غيره، لكن الكحل مفضل على ايه؟ باعتبارين. بايه يا ولادي ها؟ باعتبارين. ايه حكايه باعتبارين؟ عارفين باعتبارين دي؟ فهمتوها؟ نفسه زينة في نفسه. يعني هو نفسه مفضل على زيد. وكونه في عين زيد يبقى احسن. احسن احسن. وصح كده ولا لا؟ صح. هذه دي مساله الايه؟ الكحل. ايوه. ولذلك يقول يا مولانا في الحديث الشريف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. نفس المثال ما من أيام أهما من أيام اللي هو إيه؟ ما رأيته أيام أيام خلاص؟ ما من أيام إيه؟ أحب. دي صفة لمين؟ صفة لأيام. لأيام. طب إزاي تبقى أحب منصوبة وايام مجروره ما صفه تتبع الموصوف. ايوه. يقول لك محبه افعل ايه؟ افعل طب ده ممنوع من الصرف. ممنوع من ايه؟ الصرف. ممنوع يعني لا ينون. واجرب الفتح نيابه واذا حيتم بتحيث فحيوا باحسنه. فهمت ولا لا؟ ايوه سيدي. باحسنه صح ولا لا؟ لان صح على وزن افعل يبقى برضه مجرور بالفتح. صح كده يا شيخنا؟ نعم. طيب الصوم ليها هنا ايه؟ الكحل. الكحل.
صح يا شيخنا؟ ايوه اصلا واضحه كده. نعم فهمتها؟ ايوه سيدي. زميلك ما حضرهاش كده مش فاهمها. وهو الفاعل. صحيح. حول له عليك. طيب يبقى هنا يا مولانا احسن ده مش افعل تفضيل؟ نعم. اين فاعل الكحل؟ يبقى احسن رفعت الكحل. مين رفعك يا واد يقول هي احسن ده؟ يبقى رفع اسم ظاهر ولا رفع ضمير؟ رفع اسم ظاهر. شفتوا ولا لا؟ يبقى يرفع اسم ظاهر في مساله الكحل دي. طب ايه مساله الكحل باختصار؟ ان يكون في الكلام نفي. بعد النفي ايه؟ موصوف يعني بعد صفه. خلاص؟ صفه لمين؟ لرجل. وبعدين بعده اسمه مفضل على نفسه باعتبارين. الكحل في حد ذاته زينه مفضله، وكونه في عين زيد زين اكثر او اكثر تفضيلا. فهمت ولا لا؟ هذه مساله الايه؟ ذكر الله. فهنا يا شيخنا تقول ايه مولانا؟ ها؟ وكذلك لو كان مكان النفي استفهام. ها؟ دقيقتين طيب بس. طيب يقول ايه؟ يقول يا شيخنا ورفعه ايه شيخنا؟ الظاهر نزل ومتى؟ عاقب فكثيرا ايه؟ ثبت. طيب هنا الجزئيه دي ان صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح ان يرفع ظاهرا قياسا مطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه افعل بعد نفي او شبهه، وكان مرفوعه اجنبيا مفضع نفسي باعتبار ده احنا قلناها يعني. يا شيخ وان عاقب ايه فعلا؟ شوف يقول ان عاقب فعلا، ان عاقب افعل التفضيل فعلا بان جاء بمعناه وصح ان يحل محله، فان رفعه الظاهر في هذه الصوره ثبت نقله كثيرا العرب. ثم ذكر مثال لن ترى في الناس من رفيق أولى به فضل من الصديق، فالفضل ده أولى به الفضل. يقول ده فاعل أفعل التفضيل. لن ترى في الناس من رفيق أولى، أولى ده أفعل تفضيل على وزن أفعل. أولى به الفضل، الفضل ده فاعل من فعل أولى. أيوة فعل أولى. هذا وإن عاقب فعلا يعني يقول يعني أفعل التفضيل عاقب يعني أتى بعد الفعل اللي هو ترى، اللي هو يا ولدي ترى. فكثيرا ثبت، ثبت رفعه الاسم الظاهر، ثبت رفعه الاسم الظاهر لأنه عاقب يعني أتى بعد الفعل. نفس المثال اللي احنا قلناه من حكاية ما رأيت رجلا. ما رأيت إيه؟ رجلا. عاقب فعلا يعني اتى بعد الفعل. نعم. هو يشير الى المساله حكايه اللي المساله اللي حكيت مساله الكحل دي. قل مع الابيات يا اولادي وتلو وال طبق وما لمعرفه، وتلو وال طبق وما لمعرفه، اضيف ذو وجهين عن ذي معرفه، اضيف ذو وجهين عن ذي معرفه، هذا اذا نويت معنى من وان، هذا اذا نويت معنى من وان، لم تنوي فهو طبق بما به قرن، لم تنوي فهو طبق بما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما، وإن تكن بتلو من مستفهما، فلهما كن أبدا مقدما، فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، كمثل ممن أنت خير ولدا، دارن التقديم نزرا وردا، دارن التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر ومتى، ورفعه الظاهر نزر ومتى، عاقب فعلا فكثيرا ثبت، عاقب فعلا فكثيرا ثبت، كلن ترى في الناس من رفيقي، كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق، أولى به الفضل من الصديق. المسألة دي يشير بها إلى مسألة الكحل اللي هي لن ترى في الناس خلاص من رفيق. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.